كما أكد الرئيس السيسي أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للنيباد، مشيرا إلى أن التشاور مستمر مع الدول الأفريقية لتسريع أجندة التنمية الأفريقية 2063. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية في مسارها التنموي. اتصالا بما تقدم، وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للنيباد ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد برئاسة المديرة التنفيذية السيدة ناردوس بيكيري، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يعمل على تسريع وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية بما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، وهي على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الإفريقية الشقيقة في مسارها التنموي.